سيبدأ الدوام الإداري في 11 من الشهر الجاري شهر أيلول، والدوام الرسمي سيبدأ ب 18 الشهر. طبعا قامت هيئة التربية والتعليم بإصدار التعميم بشكل رسمي. أما بالنسبة لمدارسنا في خطوط التماس، مجمع تلتمر سابقا قبل الاحتلال 7000 طالب كانوا متواجدين في المدارس، أما في الوقت الحالي 4526 طالب، تقريبا 2474 طالب بقوا محرومين من التعليم. عدد المدارس بشكل كلي في مدينة تلتمر 126 مدرسة، 85 مدرسة مفعلة بالوقت الحالي، أما بقية المدارس 15 مدرسة دخلوا فيها نازحين، والمدارس المتبقية مستهدفة من قبل الاحتلال. أما بالنسبة لأبنائنا الطلبة في مدينة زرقان، سابقا 81 مدرسة كانت تضم مدينة زرقان 81 مدرسة، بالوقت الحالي 40 مدرسة حاليا مفعلة لأبنائنا الطلبة، وست مدارس دخلوا فيها أيضا النازحين. تقريبا العدد الكلي لأبنائنا الطلبة 4000 طالب، أما عدد الطلاب بالوقت الحالي 2878 طالب وطالبة لجميع المراحل. بالنسبة للمناطق خط التماس، أصبح عدد المحرومين 3596 طالب وطالبة محرومين من التعليم بهذين المدينتين. أما بخصوص صيانات المدارس في مدينتي تلتمر وزرقان، تم تأجيل صيانتها بسبب الوضع الأمني الغير مستقر. وضعنا خطة بديلة باستئجار بعض المنازل لأبنائنا الطلبة لاستكمال تعليمهم الدراسي. طبعا بسبب الوضع الأمني الغير مستقر تأثرت نفسية الطلاب بشكل كبير، يعني أصبح الدوام أحيانا خلال أسبوع يومين أو ثلاث، حتى تم إلغاء الحصص الترفيهية بسبب لتكثيف الدروس العلمية للطلاب.